نظرة النعيم مع شيخ محمد الشربيني. الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل هي امتداد للحلقة الماضية التي كانت بعنوان المستهزئون على خطر عظيم، وهذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، بينا من خلال الحلقة الماضية أن مدرسة الاستهزاء هي مدرسة قديمة حديثة أنشأها الأفاكون المارقون عن دين الله عز وجل من أجل السخرية والاستهزاء بالصالحين من عباد الله عز وجل. وبينت لحضراتكم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذه المدرسة، بل ناله هؤلاء المستهزئون بالإيذاء تلو الإيذاء حتى ضاق صدره صلوات ربي وتسليماته عليه. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنهم كانوا يشيعونه بأبصار ملتهبة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقالوا أيضا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. بل إن الله تعالى كان يعزيه ويقول له: ولقد استهزئ برسل من قبلك. ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى مصير هؤلاء المستهزئين، فيقول ربنا: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فمهما استهزأ المستهزئون بالله أو برسوله أو بآيات القرآن أو بشعيرة من شعائر هذا الدين، فإن عقوبة الله تبارك وتعالى بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله،
إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزيهم الله ما عملوا وتغشى وجوههم النار ليجزيهم الله ما كسبوا إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. نعم، إن الله تعالى وصف المستهزئين بالمجرمين، فقال ربنا في القرآن: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فالسخرية والاستهزاء لا بد أن يكون معها همز ولمز، ولا بد أن يكون معها غيبة، ولا بد أن يكون معها أكل في لحوم البشر وخاصة العلماء منهم. واقتضت عادة الله تبارك وتعالى أن لحوم العلماء وطلبة العلم، لحوم العلماء مسمومة، من ذاقها مرض ومن نهش منها قتل. نعم، هؤلاء الأطهار الأخيار الذين رفعهم ربنا سبحانه وتعالى فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عندما يأتي غر لئيم ربما اجتمعت فيه الصفات الرزلة الندلة فيتناول الصالحين من عباد الله وخاصة العلماء والصالحين وطلبة العلم منهم، يتناولهم بالسلب ويتناولهم بالإيذاء. أيها المسلمون عباد الله، ربما اجتمعت فيه الصفات الرزلة والندلة. الله تعالى قال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم هذا الذي اجتمعت فيه هذه المواصفات لم ينظر إلى معايبه، ولكنه ظل يتعقب معايب الناس. والنبي المصطفى هو الذي قال: يا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه بها حتى ولو كان في عقر داره. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه نهانا أن يقع بعضنا في أعراض بعض. نعم، فأنت إذا كان لك لسان تسخر به من خلق الله فاعلم أن فيك معايب وأن للناس ألسنه. نعم يا حبيب الكريم، إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه عانى كما عانى صلى الله عليه وسلم من استهزاء هؤلاء المغرضين، من استهزاء هؤلاء الأفاكين، حتى قال له ربه: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. ولكن أنا أتساءل مع حضرتكم، هل سخريتهم واستهزاؤهم بحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم نالت من دعوته أو نالت من شرفه أو عرضه؟ والله ما ازداد النبي المصطفى بها إلا رفعة. وهنا أقول لكل من يسخر منه وكل من يسخر منه المنافقون: تعزى بالمصطفى الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه، عزاؤك في الحبيب المصطفى، عزاؤك في النبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أبشرك أيها المكلوم وأيها المظلوم، يا من طعنت وأنت البريء وأنت الطاهر وأنت غرة في جبين هذا الزمان، نعم، يوم أن يلمزك غر لئيم، فأنا أقول لك من فوق منبر رسول الله، يقول لك الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تبارك وتعالى بها عزة.
إنه معلوم أحبتي الكرام أن جمهور المستهزئين الساخرين بعباد الله الصالحين ما تركوا نبيا ولا رسولا إلا وسخروا منه، حتى أن الله تعالى هو الذي قال: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما من نبي ولا رسول إلا استهزأ به قومه، ولكن كان عليهم الهلكة من الله تبارك وتعالى، وقد كتب الله تعالى النصرة والنجاة لأنبيائه ومن اتبعهم بإحسان أيها المسلمون عباد الله. ومن أجمل ما قرأت من آية ذكر الحكيم قول الله تعالى: وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. اتخذناهم سخريا، إننا كنا نسخر بالمصلين والمتدينين، وكنا نسخر بأتباع النبي المصطفى الأمين. نعم، أين هم هؤلاء الذين كنا نطلق عليهم الأشرار؟ نعم أيها المسلمون عباد الله، المتبعون لرسول الله يطلق عليهم الآن المتزمتون، المتطرفون، الإرهابيون، الأصوليون، وأسماء أحبة الكرام ألصقوها زورا وبهتانا لهذه السلة المباركة، أتباع رسول الله، أصحاب أوسمة الشرف والسنة. نعم، لصقوا هذه التهم بهؤلاء الأطهار، بهؤلاء الأخيار. لماذا؟ من أجل أن يسقطوهم من قلوب الناس، ومن أجل أن يسقطوهم من أعين الناس، ومن أجل أن يسلطوا عليهم عوام من الناس. والله ظلوا سنوات وسنوات ينهشون في لحوم هؤلاء الصالحين، فما زاد الله تعالى الصالحين من عباد الله إلا رفعة في قلوب الناس. نعم، وأنا إذا قلت أن الاستهزاء والسخرية إنما هو من أخلاق الكفرة والملحدين أحبتي الكرام، فأنا أقول هي أخلاقهم قديما وهي أخلاقهم حديثا. نعم، لقد كتب اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون: لقد عنينا عناية كبيرة وفائقة بالحط من كرامة رجال الدين المسلمين، واستطعنا بذلك أن نسقطهم من نفوس المسلمين، وكنا إذا لم نفعل ذلك عانينا منهم، فهم عقبة كؤود في طريق تحقيق رسالتنا، هم عقبة كؤود في تحقيق رسالتنا. وأنا أقول يكفينا أن نقرأ قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويكفينا أن نقرأ قول الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب والتنزيل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يكفي العلماء فخرا أن الله تعالى استشهد بهم على أجل مشهود به، ألا وهو وحدانيته. فمهما نال اليهود ومهما نال أعداء الإسلام من علمائنا أيها المسلمون عباد الله، والله لن يزداد علماؤنا بشريعة ربنا إلا رفعة ومكانة عظيمة سامقة في قلوب الناس قاطبة. نعم، إن ابن القيم هو الذي قال: إن الناس في حاجة ماسة إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الأطباء. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن الإنسان قد يعيش حياته كلها من غير أن يحتاج إلى طبيب واحد، ولكن الناس بحاجة إلى العلماء بعدد أنفاسهم. وأنا أريد أن أطير برقية من فوق قناة الرحمة الفضائية لعلمائنا وطلبة العلم وأهل الريادة وأهل الفضل وأهل التربية، أن يتوجهوا لهؤلاء الذين تجمعوا وتألبوا ويعني صدر منهم ما صدر، ولربما اندس من بينهم بعض المغرضين. أنا أتمنى من علمائنا أن يتوجهوا لهؤلاء الذين تجمعوا، ويعني مصر بهم في خطر. يا علماءنا توجهوا إليهم وانصحوهم أن ينصرفوا. نعم،
مصرنا في خطر، وأسأل الله أن يسلمها، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أدعو علماءنا الأطهار الأخيار الفضلاء الذين رفع الله تعالى مكانتهم في قلوب الناس، والذين إذا قالوا صدر الناس جميعا عن آرائهم. فيا علماءنا ويا طلبة العلم ويا دعاتنا الأخيار، توجهوا لهؤلاء، فهؤلاء يتصرفون بجهل، يتصرفون بجهل، انصحوهم لله جل وعلا أن ينفضوا وأن ينصرفوا. لأن من يفتح ربنا له باب القيادة والريادة والرئاسة في مصر لن ينالها إلا بإذن المليك المقتدر سبحانه وتعالى. ونحن لا نملك إلا الدعاء، يا ربي ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. أما بهذا التحزب وهذا التجمع وهذا التشرزم وهذه الأفعال التي لا ترضي أحد، نعم، أتمنى من دعاتنا أن يذهبوا إلى هؤلاء ويوجهوهم لله رب العالمين، فإن ما يفعلونه يدمر ولا يبني. والله أسأل باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى أن يلهمهم رشدهم وأن يقيهم شر أنفسهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. لصالح من أن يسفك دماء 20 من المسلمين المصريين؟ تسفك هذه الدماء هدرا لصالح من؟ أيها المسلمون عباد الله، لا نريد أن يكون في مصر مذبحة بين الشعب وبين الجيش. يا مسلمون تعقلوا، يا مسلمون ارجعوا لعلمائكم، يا مسلمون إن الله تعالى هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأتمنى أن يصل ندائي من القلب إلى القلب، يا ساداتنا من العلماء، يا تاجات رأسنا، يا مشايخنا، توجهوا إلى هؤلاء وادعوهم أن ينفضوا وينصرفوا حتى تخمد نيران هذه الفتنة. فإن أعداءنا في الداخل والخارج يريدون أن تشتعل مصر نيران ويتدمر بنيانها ويتخرب اقتصادها، ولكن إن شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى سيخيب ظنهم وستستقر الأمور إن شاء الله، وسيولي علينا ربنا سبحانه وتعالى خيارنا، وستستقر الأمور في البلاد وستنعم بالخير الذي نتوقعه من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أقول وأكرر أحبتي الفضلاء الأخيار، علماؤنا هم الثروة القومية لبلادنا. الأمة إذا وجد فيها العلماء فهم صمام أمن وهم صمام أمان. نعم، إن الله تبارك وتعالى رفع أصحاب رسول الله، رفعهم وفتح بهم البلاد وهدى بدعوتهم العباد، لأنهم كانوا أصحاب أدب، كانوا أصحاب أدب، وكانوا أصحاب تواضع. نعم، أنني تأملت عبد الله بن عباس وهو يتعامل مع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأدب وبمنتهى التواضع. وقف النبي يصلي ووقف خلفه عبد الله بن عباس، فأراد النبي المصطفى أن يجذب عبد الله بن عباس ليقف بجواره، فلما انتهت الصلاة سأله النبي المصطفى لماذا تفلت مني وأنا أريدك أن تصلي بجواري؟ قال يا رسول الله لا ينبغي لمثلي أن يقف فيساوي مثلك. فلما وجد الحبيب المصطفى نفسه أمام هذا الجبل من الأدب والخلق دعا له دعوة تتناسب مع أدبه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يتعامل مع العلماء الذين تعلموا من رسول الله ما لم يتعلم وسمعوا ما لم يسمع. كان يجلس على عتبة العالم، إذا نام العالم القيلولة كان يجلس على عتبة العالم، ولربما نام على عتبة العالم وتأتي الرياح فتسفي الرمال عليه رضي الله تعالى عنه أرضاه، فأخرج العالم فيجد ابن عم رسول الله التراب والرمال على بدنه، فينفض التراب من على بدنه ويقول ابن عم رسول الله ينام على عتبتي أنا، هل أرسلت إلي وأنا آتيك في بيتك؟
فيقوم فينفض الرمال من فوق بدنه ويقول: هكذا أمرنا أن نتعامل مع علمائنا. فيقول له العالم: إذن فأرني كفك. فيمد عبد الله بن عباس كفه وهو لا يعلم ماذا يصنع العالم، فينكب العالم على كف ابن عباس فيقبلها، ويقول العالم: هكذا أمرنا أن نتعامل مع آل بيت نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله ما رفعهم ربنا ولا رفع ذكرهم إلا بهذا الأدب. أما هؤلاء الذين يتناولون المتدينين ويتناولون أصحاب الاستقامة والطهر بالإيذاء ويلصقون بهم من التهم ما هم به براء أيها المسلمون عباد الله، فهؤلاء يعني سينزل عليهم سيف انتقام الله تعالى في دنياهم، وآه آه مما ينتظرهم عند الله تباركت أسماؤه وجلت قدرته وتباركت أسماؤه. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي يهزأ بالناس ويسخر بالناس ويهمز ويلمز ويقلد حركاتهم وأصواتهم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا جميعا براءة من النار وبراءة من النفاق. قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه بيّن أنهم سيستغيثوا ويطلبوا من الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من نار تلظى، فلن يستجيب ربنا تبارك وتعالى لهم. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم، كان فريق من عباد الله تبارك وتعالى على طهر وعلى استقامة وعلى دعاء، اتخذتموهم سخريا فسخرتم منهم، ولكنهم صبروا على إيذائكم وصبروا على طاعة الله فلم يمنعهم سخريتكم من طاعة ربهم سبحانه. الله تعالى قال: إني جزيتهم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هم الفائزون الذين فازوا بالدرجات العلى من الجنة. وآه آه من تحسر هؤلاء الذين ضاعت منهم الحياة، ضاعت منهم الحياة واكتنفوها بالسخرية والاستهزاء. نعم، يعني بدلا من أن يعود إلى نفسه فيقوم أخطاءه ويستكمل فضائلها ويتقي يوما يرجع فيه إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى، شغل وقته بالسخرية بعباد الله تباركت أسماؤه. فالسخرية هي التي شغلتهم عن ذكر الله وشكره وحسن عبادته. نعم، ولو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا هذا المعنى بجلاء ووضوح. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله أكبر، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هؤلاء الذين بذلوا الأنفاس والأوقات والحركات والسكنات واللفتات والنوم واليقظة يجاهدون في سبيل الله، قال الله تعالى عنهم:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فهم يراقبون الله الذي يراقب سرهم ونجواهم. هؤلاء الذين ربما كانت الدنيا عندهم قليلة وليس عندهم دنيا مقبلة، توجه إليهم هؤلاء الذين ربما كانوا في تخمة من الأموال والثراء، استغلوا نعمة رب الأرض والسماء في سخريتهم بهؤلاء الذين ربما لو أقسم واحد منهم على الله لأبره. قال النبي المصطفى: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الأخ الحبيب سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أكرمك الله وأعزك، حياك الله وبيك. إني أحبك في الله يا أخي. الله يحبك، أسأل الله أن يحبك. وأسألك أنك أن تكون من أهل الجنان. وأنت كذلك حبيبي، أسأل الله أن يجمعنا إياك. أسأليني شيخ. تفضل. الفاتحة تقرأ على المقابر أم لا تقرأ؟ لا تقرأ، لا يقرأ أبدا قرآن عند المقابر، لأن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه كان إذا زار المقابر كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو توجه للقبلة، فإذا دخلنا المقابر ندعو ولا نتلو قرآن، لأن المقابر ليست مكانا لا للقرآن ولا للصلاة، إلا أنه إذا أردنا أن نصلي صلاة الجنازة مضطرين فهذا جائز. أخي الحبيب، والسؤال الثاني حضرتك، يعني أختار مين من الرئاسة؟ يعني دلوقتي إحنا محتارين في محمد مرسي وأبو الفتوح. والله يا أخي الحبيب، يعني شهادتك لمن سيكون رئيسا أمانة، يعني تخير أقربهم للتقوى، والله تعالى في هذا المضمار يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس شرطا أن يكون منتميا إلى فئة معينة، الأتقى والرجل الذي إن شاء الله تعالى سيصلح ربنا سبحانه وتعالى بين يديه البلاد والعباد. يا أخي الكريم الحبيب الفاضل، انتخبه، فهذه أمانة ستسأل عنها أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، والله أسأل مرة ومرة ومليون مرة أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ومعنا اتصال. السلام عليكم. الأخت أسماء من أسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك يا شيخ عشان خاطر ربنا. الأخت أسماء من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول حضرتك يا شيخ اطلب من حضرتك طلب ارجوك، يعني عشان خاطر ربنا. اتفضل. انا عندي شويه اسئله خاصه بي، ارجوك هات ارجوك عايزه رقم تليفونك عشان ما ينفعش اسال حد قريب من هنا. طيب اختي الكريمه، اخواننا واحبابنا في الكنترول، ان شاء الله اطلبي رقم الهاتف وسيعطونك رقم الهاتف بسهوله ان شاء الله، وبعد الحلقه اتصلي ان شاء الله سارد عليك. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، عندما نرى سلة من شبابنا التزموا بسنة الحبيب المصطفى والتزموا بالدين وكانوا عوامل بناء في المجتمع، يعني هؤلاء المتدينون هم الذين اختلطت دماؤهم بدماء شعوبهم في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، نراهم يهبون لكل استغاثة. نعم، ورأيناهم يختلطون بالناس، ورأينا منهم إسلاما عمليا، حتى أنني أحبتي الكرام سمعت رجلا من عوام الناس يسأله أحد مذيعي التلفاز، يقول له: لماذا اخترت الإسلاميين ولماذا انتخبتهم؟ قال: لأنهم معنا في سرائنا وفي ضرائنا، يقدمون الطعام لليتيم والأرملة والمصاب، ومعنا في كل حدث وفي كل حدب وفي كل صوب. نعم، هؤلاء الأطهار الأخيار كان حقهم علينا أن
نكافئهم بدلا من أن نهمزهم أو أن نلمزهم، كان ينبغي علينا أن نكافئهم. فقد قال الحبيب المصطفى: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله شيخ محمد. أحبك الله يا أخي الحبيب، أحبك الله، أسأل الله أن يحبك. إنما يحدث الآن في مصر لا يرضى أحد من المسلمين. لماذا لا نتحد على قلب رجل واحد؟ ولماذا لا نتوكل على الله عز وجل؟ لأن الله هو الذي سيهدينا سبلنا، ولا بد أن نتكل على الله حق توكله، ولا بد أن نعلم أن الله عز وجل ما خلق من البشر أحدا أحب إليه من خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. ومع ذلك فإنه ما نال من نعيم الدنيا التي خلقها الله تعالى ليتنعم فيها الخلق، ما نال من هذا النعيم إلا اليسير، بل إنه صلى الله تعالى عليه وسلم عاش حياته حياة الدعوة إلى الله بين الشدائد يتلو بعضها بعضا، كل من جاء شدة جاءت التي بعدها وكأنها أشد منها، حتى صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم لابد أن نعلم أن رب العزة يسير الشمس والقمر والنجوم والسماوات والسحب والأمطار والأرض والنباتات، لابد أن نعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر وهو الذي بيده كل شيء. وإن الشدائد تمر بالناس في هذه الأزمنة إنهم عملوا فيها بشرع الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الله عز وجل نالوا خيرا، والله يظهر دينه. أقولها لله وأقولها للمرة الثانية والثالثة: إن لم نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فلو ظللنا 1000 سنة في اعتصامات فلن يمكن الله لنا، فلن يمكن الله لنا. إن شاء الله عليك. رحنا كتاب ربنا وسنة نبينا. إن شاء الله عليك أخي الكريم. أسألك بالله محمد أن تدعو لمصر أن يفرج الله قربها وأن يحقن دماؤها وأن ترجع مصر إلى رشدها وعزها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله، جزاك الله خير. نعم أنا معك أن الاعتصامات لن تتقدم بها مصرنا، ولكن ينبغي علينا أن نتكاتف ونتعاون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي مصر من كل فتنة ومن كل محنة. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخت أميرة، أهلا وسهلا. جزاك الله خير شيخ، ربنا يعرفك وجزاك مثله وبارك فيك يا رب. يا ربي وأنت كذلك، ربنا يبارك لك. كان عايز أقول حاجة يا شيخ. تفضلي. احنا نعمل ايه في زمن الفتن ده يا شيخ بجد؟ احنا بس أخت أميرة علي صوتك شوية. حاضر. احنا نعمل ايه في زمن الفتن ده؟ يعني احنا الحمد لله راضيين بالفتنة، كما قال النبي: تعرض الفتن على الأمة كعرض الحصير عودا عودا. بس يعني في ناس برضك يعني مش عارفين. احنا نفس العلماء يخرجوا كده يكلموا المشير حتى، او يكلموا جنودنا من الجيش دول يا شيخ، يعني اخواتنا والمعتصمين اخواتنا برضك. فاحنا نفسي حد يكلم دول او يعقل دول، وانا عارفه ان المعتصمين لهم حق، بس مش هيتاخد كده عمره. والله دي صعبه. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي اخت اميره. انا نفسي والله يا شيخ ان المعتصمين دول هم، انا عارفه ان هم قاعدين وكده وناس مشايخ طبعا، وانا معاهم طبعا قلبا وقالبا، بس انا خايفه على جنودنا. جنودنا لازم يروحوا على الحدود يا شيخ، ما ينفعش نضرب. قسما بالله النهارده بكيت بكى اما شفت اخواتنا يضربوا اخواتنا، والله العظيم حزنت قوي وقلبي حزن. قلت ازاي نضرب بعض كده؟ ينفع يا شيخ نضرب بعض؟ الله اكبر. بدل ما نضرب اسرائيل يا شيخ ونحرر المسجد الاقصى، نضرب بعض يا شيخ؟ الله اكبر. حتى لو كان المجلس العسكري غلطان، انا عارفه هو غلطان واحنا ضده قوي، بس جنودنا يا شيخ، جنودنا اخواتنا. انا اخويا في الجيش بيتصل بيا يقول لي انا مش، انا عمري ما هضرب. بقول له ممكن تضرب معتصم لو نزلوك؟ قال والله العظيم ده ننزل معاهم واعتصم معاهم ولا اضربهمش، دول اخواتي. الكلمه دي ذبحت قلبي. الله والله بالله عليكم يا مشايخ، بالله عليكم فهموا المشير، قولوا له دول جنودهم عمرهم ما هيضربوا المعتصمين. والله يا شيخ احنا اخوات كلنا واحد. لو اسرائيل دخلت علينا كلنا هنقف على الحدود.
الله. كلنا كله حتى اللي بيضربوا الجيش هيقفوا معاهم. نعم. لازم نعم. يا شيخ يفهم بالله عليك يا شيخ فهمهم، لو مش فاهمين يفهموا. قول لي قول للمشير، وجه كلمة للمشير، قول له يا مشير انت كبير اعقل، بالله عليك ما توجهش جنودك يضربوا اخواتهم، ما توجهش اخواتهم يضربوا اخواتهم. الله. بالله نعم. عليك يا شيخ ادعي لمصر، لاننا بجد تعبانين. بالله عليك يا شيخ ربنا يهديهم يا رب وينصر يا مصر رب. يا ويحفظها وجزاك الله خير. ربنا يزيدك غير على دينك وعلى بلدك يا اخت أميرة، جزاك الله خير، واسال الله عز وجل ان يقر عينك باخماد الفتنه في بلادنا. نعم، ورسالتك وصلت من غير تعليق، رسالتك وصلت للمشير ووصلت لهؤلاء الناس، ولكن اتمنى ان تجد قلوبا حيه، نعم، برقيه نسوقها من فوق هذا المكان الطاهر، ان يخمدوا الفتن ولا نفتح مجالا لاراقه الدماء. يعني يكفي بكاء أختي الفاضلة التي تتألم وتبكي على مصر أناء الليل وأطراف النهار، وهذه واحدة من ملايين. نعم، وأضم صوتي إلى صوتها وأقول يا علماء المسلمين، يا علماء مصر، يا أطهار، يا فقهاء، يا أخيار، توجهوا، فأنتم محل ثقة، أنتم محل ثقة، أنتم إذا قلتم كلمة لله تباركت أسماؤه إن شاء الله الناس سيصدرون عن آرائكم. وأنا أحيي فضيلة الشيخ محمد حسان حيث تكبد المشاق من أجل إخماد الفتنة التي بين مصر والسعودية، ولله ضره، وسبحان من رزقه هذه البلاغة وهذه الفصاحة وهذه الكلمات التي فعلا وحقا وصدقا أخمدت نيران الفتنة التي حدثت بيننا وبين دولة السعودية الحبيبة إلى قلوبنا جميعا. نعم، علماؤنا هم محل ثقة الجميع، فيا علماء أنا الأطهار تعالوا نضع أكفنا في أكف بعضنا ولنقف ونقولها لله رب العالمين، وإذا قلناها لله وأخلصنا فيها لله الله تبارك وتعالى سيفتح بنصيحتنا قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. إن المصريين يبكون آناء الليل وأطراف النهار ويتألمون بالليل والنهار من أجل هذا البلد. أسأل الله تعالى أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ كل من فيها، ولا يريق دم مصري على أرض مصر أبدا، وأن يؤلف بين قلوبنا على طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. إن الله تعالى يقول في القرآن إنما المؤمنون إخوة، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا مسلمون، نحن نعبد إلها واحدا ونستقبل قبلة واحدة ونأكل ذبيحة نذكر عليها الله، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا الجندي الذي هو في القوات المسلحة هو أخي وأخوك وهو ابني وابنك. نعم، لا نريد أن تكون هناك مذبحة بين هؤلاء الأخيار. لنا والله نحيي جيش مصر ونحيي قادة الجيش أنهم لم يفعلوا بنا كما فعل بشار بسوريا، جزاهم الله خيرا، ولكن نريد منهم أن يتموا جميلهم على مصر حتى تنتهي زوبعة الانتخابات بسلام وتستقر الآراء على رجل يقودنا إلى الخير ويقودنا إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، أتمنى أن يتكاتف الجميع لإخماد هذه الفتن، فوالله إن الذي يشعلها جاهل، إما أنه جاهل وإما أنه منافق يريد خراب هذه البلاد. أيها المسلمون عباد الله، إن كان جاهل علمناه، وإن كان ممن يريد تخريب البلاد ودمار العباد ينبغي علينا جميعا أن نأخذ على يده.
حتى تسلم بلادنا. إننا يا مسلمون في مركب واحدة، الراعي والرعية يتعاونان على حفظ دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس، كلنا في مركب واحدة. لو ثقبت هذه المركب أيها المسلمون عباد الله فالكل سيغرق، الصالح والطالح، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين هم أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم، فقال الذين هم أسفلها أصحاب العقول الضحلة الرزلة قالوا: هل خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لابد للعقلاء من الأخيار أهل الريادة والتربية، الكل ينزل ويتكلم، من كان يحمل كلمة طيبة فليخرجها من صدره على لسانه إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم نتعاون جميعا، وإذا تعاوننا والله الله تعالى سيخمد بنا جميعا نيران هذه الفتن. أيها المسلمون عباد الله، أحبتي الأخيار الفضلاء المؤمنون، إن إسلامنا في أجل صوره وأعظم معانيه يربي الأمة على الأخلاق الحميدة الجمة، كيف لا وأننا من أتباع نبي قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، بل إن النبي المصطفى لخص رسالة الإسلام في قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، فبدلا من أن ينهش بعضنا في لحم البعض الآخر، تعالوا نتسربل بالخلق، وتعالوا نتآلف، وتعالوا نتربى على تعاليم هذا الدين. إننا نقرأ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا دفع كل منا كل الشرور بالتي هي أحسن، الله تباركت أسماؤه سيحدث الألفة وسيحدث العصمة وسيحدث القوة بتعاملنا مع بعضنا بنصوص الشرع. المؤمن يكون مع أخيه المؤمن كما قال ربنا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت. وما أكثر هذا الصنف في مجتمع الحبيب المصطفى، ما أكثر هذا الصنف الذي يمشي بين الناس بالنميمة. إذا وجد مع الصالحين أظهر أنه صالح من الصالحين، وإذا انفلت إلى المنافقين بين لهم أنه من المستهزئين بالصالحين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. هذا الصنف الذي آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ندعوهم من فوق هذا المكان الطاهر أن يصطلحوا على الله جل وعلا، وأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يعتذروا من ذنوبهم. فالدنيا قليلة والدنيا ضئيلة، وسرعان ما سنقف بين يدي العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم،
وأنا إن كنت أتكلم أحبات الكرام عن قضية الاستهزاء بالصالحين وقضية الاستهزاء بالعلماء والعاملين، فأنا أذكر في هذه العجالة مقولة لرجل كتب كتابا قيما بعنوان الاستعمار والمشايخ، ذكر فيه أن أعداء الإسلام تكاتفوا، أيها المسلمون عباد الله، تكاتفوا لإسقاط علماء القرآن من قلوب أمة القرآن. أقول أكرر، تكاتفوا وفعلوا كل الأساليب لإسقاط علماء القرآن من قلوب أمة القرآن، وأيضا تكاتفوا لإسقاط هؤلاء الملتزمين بهدي المصطفى الأمين من قلوب المؤمنين، فيظل بعضنا بعضا في تطاحن وفي تناحر وفي قتال، وكلنا نتصارع على دنيا إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء. ولكن في هذه العجالة أقول إن أعداء الإسلام استخدموا وسائل شتى، سخروا من العلماء عن طريق الإعلام وعن طريق الفضائيات وعن طريق المسلسلات. نعم، إنهم إذا أرادوا أن يستعينوا برجل من رجال الدين في مسلسلاتهم توخوا أن يكون ضعيف العقل بصورة رزلة، رجل لا يحسن التفكير يسبق لفظه عقله، حتى يكون بصورة مزرية بين الناس ويسخر منه المسلمون قبل غيرهم. نعم، بل إننا رأينا منهم من يستدعي دعاة المسلمين الأطهار الأخيار من أجل أن ينصبوا لهم الشرك فيوقعوا علماء المسلمين في حرج، ولكن عزاؤنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم، كم أرادوا أن ينالوا من عالم، بل إن الأطفال والله لم يسلموا منهم إذا وجدوا طفلا نابغة يحفظ كتاب الله ويصعد منبر رسول الله ويذكر الناس بكلام الله، استقطبوه ليسخروا منه، استقطبوه ليستهزئوا به. وأنا أقول لهم، أين تذهبون وماذا تريدون؟ هل الأفضل أن ينتشر في بلادنا الصالحون من خلق الله جل وعلا، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أم يسركم أن ينتشر الزناة وينتشر أهل المخدرات وأن ينتشر الظلمة؟ ماذا تريدون يا أحبتي الفضلاء؟ فإننا والله نرجو لكم الخير كما نرجوه لأنفسنا. نعم، إننا إذا وجدنا الشباب الصالح الذي كسى الله تعالى وجوههم الوسيمة نورا، أحبة الفضلاء، ينبغي أن نفخر بهم. إذا نظرنا إلى الشباب المتحرر الذي يذهب إلى بلاد الكفر وهناك يفعل ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، هل يسرنا أن يكون المجتمع كله أهل معصية وأهل فواحش ومتجرئين على الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، أم يمتلئ المجتمع بالصالحين الذين نأمن بينهم على أعراضنا وعلى أموالنا وعلى دمائنا؟ أحباب الكرام الفضلاء، فأنا أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، وكل من سولت له نفسه السخرية بعالم أو السخرية بطالب علم أو السخرية ببعض شعائر الإسلام كلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلحية رسول الله أو ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتجمل به شبابنا، أو نقاب المرأة المسلمة التي تتشبه فيه بزوجات رسول الله وببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا ألا نتجرأ على لفظ فيه سخرية، لأن السخرية والاستهزاء بشعيرة من شعائر هذا الدين، إخواني في الله، ربما نقضت الإيمان والإسلام نقضا. ولقد ذكرت حضراتكم في لقائنا الماضي أن بعض الناس الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم
لما عادوا من غزوة تبوك وصفوا النبي المصطفى وأصحابه بأنهم أكذب الناس ألسنة وأرغبهم بطونة، يعني يأكلون كثيرا، وأجبنهم عند اللقاء. فلما استدعاهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، قالوا يا رسول الله نعتذر، إننا كنا نخوض ونلعب. فقال ربنا سبحانه وتعالى في محكم الكتاب والتنزيل، قال ربنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فربما كان المستهزئ بدين الله أو بشعيرة من شعائر هذا الدين إذا أراد أن يصيب دين الإسلام بالإيذاء، فأنا أقول له راجع حساباتك مع الله، فإننا نخاف على إيمانك ونخاف على إسلامك، تب إلى الله واصطلح على الله. أنادي أخي المذيع وأخي الكاتب وأخي المربي، أنادي كل فئات المربين والرياديين، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ونزهوا ألسنتكم عن الاستهزاء لا بالله ولا برسوله ولا بدين الله ولا بشعيرة من شعائر هذا الدين. أسأل الله أن يكون كلامي من القلب إلى القلب. أحبتي الكرام، إني داع فأمنوا. اللهم باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أغث مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا جميعا على قلب رجل واحد. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك. اللهم اخمد نار الفتنة في بلدنا. اللهم باسمك الأعظم، من أراد مصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد. اللهم مرر انتخابات الرئاسة على بلادنا بخير. اللهم عجل عجل يا ربنا لنا برئيس رباني يقودنا إليك، يحكم فينا بالسوية ويعدل فينا في القضية. يا ربي أكرمنا بحاكم يعدل فينا ويتعامل معنا بالرحمة يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أغث بلادنا من الفتن، أغث بلادنا من الفتن يا الله. اللهم وفق علماءنا لكلمة الحق في هؤلاء المغرر بهم. يا رب وفق علماءنا أن يقولوا كلمة الحق لتخمد نيران الفتنة في مصرنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا تضام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحبتي في الله، أشكركم لحسن متابعتكم، وأشكر إخواني الذين سهروا معنا في هذه الليلة من أسرة العمل في قناة الرحمة الفضائية، تركنا مكافأتهم لله، جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. أشكركم لحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. من بين القنوات قناة